كرمال يتنفس او شايف حدا. لانه الناس محبين، انا وين مكان بعطي؟ مهرجان اهدانيات في لبنان يشهد على الظهور الاول للعروسين نصيف زيتون ودانيال رحمه. بالابيض اليوم والله ثابت. سلمي قلبك لقلبي سلمي. بالطريقة دي استقبل الجمهور اللبناني نصيف زيتون في أول ليلة من مهرجان اهدانيات، ورجعت اتكررت الفرحة دي في الليلة التانية كمان بالزغاريط والزفة. احنا خلصنا منها من امبارح اليوم. الله يسعد مساكم جميعا. من تلقاء نفسهم هو طلع بلشت بالزغاريط، وحتى كمان يعني أم هو حب يرد لهم بمرتي حلوة، وفعلا دانييلا من النساء الجميلات قلبا وقالبا، واليوم تحديدا هي موجودة معنا هيك كمفاجأة، يمكن سمعت امبارح قالت لا لازم كون موجودة اليوم. وفعلا حضرت العروس دانييلا في الليلة دي واختارت إطلالة مريحة عبارة عن فستان نسقته مع بليزر، وقعدت في الفرونت رو مع أختها دنيا وبناتها الصغار، بالإضافة لأودير رحمة مديرة أعمالها. وطبعا نصيف رحب بيها بطريقة رومانسية. بالعادة برحبوا فيها كنجمة، اليوم أنا برحب فيها كنجمة وكمدام زيتون. أهلا وسهلا فيك، شرف فيني. وكان واضح من خلال أكتر من فيديو قد إيه دانييلا كانت منسجمة ومستمتعة بأغاني زوجها. وبعد ما شفناه في الليلة الأولى بالبدلة الزرقاء دي، رجعنا بتاني إطلالة للويدينج فايبز. بالأبيض اليوم والله ثابت، هني كم بدلة حد بعض ملونين، سحبت الأبيض هيك ثابت بس من دون تخطيط. والله ونقدر نقول إن الجمهور اللبناني بقى بيستنى حفلات نصيف ضمن مهرجان اهدانيات، فالليلتين كانوا سولد أوت، والمشهد ده بيتكرر للسنة التانية على التوالي. هيك كمان بتعطي من قلبك بهذا المهرجان، لانه الناس محبين. انا وين مكان بعطي والله العظيم، الله بيشهد. بس هون انت عم تقولي هاي لتاني سنه عملنا هاي تاني حفله، اليوم مبسوط، انجاز بعتبره لإلي، ان شاء الله نكفي لقدام اكثر واكثر. بتشكره من قلبي، من قلب قلبي. ومش بس الجمهور بيقصد الحفلات دي، ومن الحاضرين الليله دي كان الشاعر مازن ظاهر اللي ليه حصه في اعمال نصيف الناجحه. كمان في شخص بعز على قلبي هون، بالعاده انا بغني المواويل كلها اللي بغنيها بالعاده، كلام الأستاذ الحلو الأستاذ مازن باهر. أهلا وسهلا فيك حبيبي. دي أصحاب أنا ونصيف قد عامل حفلات بلبنان أول مرة بحضره، يعني دائما بنقعد سوا بنغني سوا، بس هيك بحفلة أول مرة، كتير مبسوط الحمد لله. ما شاء الله شو في ناس، الله نيال وش قدفين محبين عنده عن جد. وطبعا مراسلة إيتي بالعربي ندى عقيقي لازم تحصل على معلومات حصرية عن تعاوناتهم الجديدة. شو في جديد؟ اسم أغنية مثلاً جديدة؟ عنا أغنية جديدة ديو عملناها مع مرتضى فتيتي. عم يتحضر هيدا صح أو تسجل؟ خلص هذا خلص، غناءً وتصويراً، كلمات مازن ظاهر، ألحان مرتضى فتيتي، توزيع عمر صباغ، إخراج ريشة سركيس، وإنتاج تي ستارت. صيف ستيل هيدا ديو؟ هالسنة إن شاء الله الغنية هيك حلوة. ديو كتير حلو، هو تصور كليب والكليب كمان كتير حلو. ريشة الحلو بالفكرة إنه شابين، يمكن شوي كسرنا القاعدة، مش شاب وبنت، والموضوع شوي كتير شباب أو عايشين وكتير شباب أو معظم الشباب، حتى البنات ممكن يكونوا عايشين، لأننا عم نحكي بشكل عام. موضوع حلو شوي رايق بإنترو الغنية، بعدين نقلب بطريقة غريبة، موسيقتها رائعة بتفاجئ، كتير حلو، رح يتفاجئوا الناس، رح يحبوه أنا أكيد، وإن شاء الله يعمل شغل حلو إن شاء الله. تونسي بالكلمات رح يغني نصيف تونسي أو لا رح يكون هو أي لهجة؟ لا هو نصيف رح يكون عم بيغني تقريبا إذا بدك لهجة بيضة. اوكي رايحين على اللهجه البيضاء. مرتضى في بمطرح رح يغني كمان لهجه بتشبه شوي اللي انا كتبها، والتونسي البحت بالبارت الثاني تبع الغنيه، حنبقى بنفس اللهجات بس بتغير بعض التاتشات، يعني انا ما بدي احرق العمل، بس ان شاء الله ينزل رح يحبوه الناس. سلمي روحي سلمي.